السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات المغاربة والمغربيات فين ما كنتوا. أزول في اللون فاتحة روتيني اليومي وجه المحاين عاود تاني تكرفص عليها راجلها وكان غادي يقتلها، وهاد المرة اختار يفرشخها بيد المهرز. أنا كان طالب من المسؤولين يحيدوا التيك توك من المغرب كيف ما داروها مجموعة من الدول الأخرى قبل منا. فإلا كنتم موافقيني في هذا الكلام كتبوا لتحت في التعاليق كلنا ضد التيك توك في المغرب، ما بقيناش بغينا التيك توك في بلادنا. اذا قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الموضوع، رجاء الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه وعجبكم المحتوى فما تبخلوش باشتراكاتكم وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وفضلا منكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب. في اول تصريح لها فتيحه روتيني اليومي تقول انها شي يومين هذه قبل مع 9 ديال الليل كالعاده كانت فاتحه اللايف في تيك توك كتهضر عادي مع الناس. هي جالسه في الصالون طالقه اللايف وراجلها جالس بيت اخرى ومقابلها شنو كدير في اللايف ديالها. من بعد فتيحه ناضت كتوجد العشاء لوليداتها، شويه كتفاجئ براجلها كيهجم عليها بدون سابق انذار وهز في اليد ديالو المهرز وكيشير به عليها فين ما والاه، ضربها لوجهها ظهرها وحتى راسها، المهم فرشخها بمعنى الكلمه. السيده غرقات في دماياتها وهي كتسائل هذا مالو. الوليدات الصغار للاسف كانوا حاضرين الساعه اللي ارتكب فيها باهم هذا الاعتداء على امهم وبداو كيغوتوا وكيبكيو مساكن. المهم منين كمل الزوج الاعتداء ديالو سد عليها الباب ديال الدار بالساروت وما خلاهاش تخرج حيت خاف لا تمشي ديكلاري بيه عند البوليس، وهي كطلبو يخليها تمشي غير للسبيطار حيت الدم ما بغاش يحبس ليها، وبقى ساد عليها شي 3 ديال السوايع وهو كيضرب فيها بالمهراز وتيقول ليها الليله غادي نقتلك. ديك الليله كانت عندها اختها في الدار، هي اللي خرجت كتجري مني كان كيضربها ومشات علمات البوليس اللي جاو من بعد دقوا عليه فتح ليهم الباب راجل فاتحه ودخلوا باش ينقذوا ما يمكن انقاذه قبل ما تطيح الروح. من بعد جات الاسعاف هزت فاتحه المستعجلات في حاله خطيره كلها مضروبه وكتنزف بالدمايات بطريقه صعيبه بزاف. خيطوا لها فمها 8 ديال الغرزات من الداخل وغرزات اخرين على برا. اكيد دابا كتسائلوا شنو السبب ديال هذا الاعتداء. فاتحه روتيني اليومي شرملها راجلها ورجعها كل هاد مايات باليد ديال المهرز، حيت اثناء اللايف اللي كانت فاتحه في التيك توك واحد من المتابعين ديالها كان كيتحرش بها وراجلها شافو وهزته النفس ومرضاش وغلبات عليه الغيره مسكين، ناض كرفصها بيد المهرز وكان غادي يصفيها ليها قدام وليداتها. اول حاجه اللي نبغي نقول فاتحه الحمد لله على سلامتك اللي خرجت لك طريفه، وثانيا انا ضد العنف جمله وتفصيلا، وثالثا انا كنتفرج في هاد السيده مره في شي لقطات ديال الفيديوهات ديالها. ففاتحه الصراحه لله السيده جمعات راسها كتصور مستوره بالبيجاما وبالزيف ديالها. رابعا لنفرض ان هاد السيده كتعرى، هادشي ما كيعطيش لك الحق تكرفصها بديك الطريقه الوحشيه، لانه كاينين بزاف ديال الحلول ممكن ديرها بلا ما تلجئ للعنف. كما كتعرفوا فاتحه وراجلها يلا خرجوا من الحبس شي 4 أشهر تقريبا، دوزوا بجوجهم عام ديال السجن بسبب واحد الفيديو اللي كانوا صوروه في المرحاض اعزكم الله، يعني مازال ما سخنوا بلاصتهم ها هما عاوتاني غادي يرجعوا للحباسات. حاجه اخرى، راجل فاتحه ماشي اول مره كيعنفها، سبق ليه شي عامين هادي ولا 3 سنين تقريبا كان وجه لها طعنات كثيره على مستوى المؤخره ديالتها، لانها كانت كتصور فيديوهات روتيني اليومي الفاضح والناس قالوها ليه في الزنقه. ناض دخل عليها للدار وهجم عليها بالموس وتكرفص عليها وفعلا تشد في الحبس، ولكن هي من بعد سمحات ليه وخرج. عاود تاني واحد المره كانت فاتحه اللايف وسلخها على المباشر وزرق ليها وجهها وتشد وسمحات ليه مره ثانيه، ودابا المره الثالثه ضربها بيد المهرز وراه تشد عاود تاني للمره الثالثه، وغنشوفوا واش غادي تسمح ليه هاد المره او لا غادي تخليه يتربى على خفه اليد، لانه المره الاولى ضربك بالموس، المره الثانيه ضربك بالبنيه لوجهك، المره الثالثه
ضربك بيد المهراز. ايوا المره الرابعه يقدر يهز عليك الشاقور الله يستر ويقسمك على جوج. اللهم خليه يمشي للحبس يتربى على فعايله. ويلا كنتي مراه قاده فطلقي وعيشي انت ووليداتك في سلم وامان، لان انسان بحال هذاك ممكن يخليك حتى تنعسي ويصفيها لك. من جهه ثانيه انا كنت سائل على وديت راجل فاتحه للسيد ما خدام ما ردام، نهار وما طال هو مكسل فوق السداري وكيطلب الفاتحه باش يمشي يشري الجوان. تعط الله واش انت راجل اللي تخلي مرتك تصرف عليك وانت غير ناعس؟ خلقك الله بيديك وبرجليك وبعينيك وبلسانك، علاش اللي ما تمشيش تخدم بحال سيادك؟ علاش تتنيني وتتسنى المرأة اللي توكلك؟ انت راه عيب وحشومه. فكون كنتي راجل وعندك عزه النفس فعلا غادي تنوض تشمر على دراعك وتخدم على مرتك وتخدم على وليداتك وتجيب لهم ما ياكلوا، تخلص عليهم الماء والضو. وديك الساعه الا قلتي الفاتحه ما ديريش روتيني اليومي فجات معك ديك الساعات، حيت ديك الوقيته ما خليتي ليها حتى شي عذر، انت دارك قاد بيها وهي خدمتها هي تقابل الدراري وتطيب وتصبن. اما انت ضال ناعس شنو بغيتيها دير لك؟ منين غادي توكل دوك الاولاد؟ ومنين غادي تخلص الطريطه ديال الدار؟ ومنين غادي تخلص الماء والضو؟ ومنين غادي تصرف على هاد الدار؟ فانا كنستغرب لهذا الراجل اللي كيخلي مراته تعرى في التيك توك هانيه، ولكن الا تحرش بها شي واحد مريض بحالو ما كيرضاش وكتشدو الغيره. دابا العرى ماشي مشكل ولكن التحرش ما كتسمحش به. فانا كنت سائل اليوم المصير ديال دوك الوليدات، لان هما الضحيه في هذا الشيء كامل. هاد الوليدات اللي كابرين في واحد الوسط كله عامر مشاكل، من مشكل المشكل، باهم داخل خارج من الحبس، امهم نهار وما طال وهي في اللايفات، وكيشوفوا باهم كيطعن في امهم بالموس. فاش من حياه هذه وكيفاش غادي يكبروا هاد الوليدات مساكن؟ وخاصكم تعرفوا اخوتي ان فاتحه ماشي هي الاولى ولا الاخيره، راه التيك توك ولا ظاهره في المغرب للاسف. المغاربه مشاو بعيد في اللايفات ديال التيك توك، شوها بمعنى المقاييس. كتلقى دريات كيتعراو قدام الكاميرا، والله اخوتي لا شفتهم انا البارح بعيني جوج دريات شبه عاريات وكيقوموا بحركات مخله للحياء في اللايف ديال التيك توك باش الناس يصيفطوا لهم الهدايا. يعني الانسان مستعد يتنازل على الشرف والكرامه ديالو من اجل الغرامه ديال التيك توك. وكتلقى راجل قد الشحط كتافو قد الباب وكيشطح قدام الكاميرا وكيقول للناس كبسوا كبسوا. كتلقى راجل يا حسره معري مراته على المباشر وكيشطح هو وياها بحال القرد وكيطلبوا في الناس يصيفطوا لهم الهدايا. ولا حقا عافاكم عاونوني باش نخلص الكرة، ولا حقا عافاكم عاونوني باش نشري لي كوش لولدي. كتشوف قاصرات عريانات كيديروا التحديات بالطحين وبالبيض والسينيال باش الناس يصيفطوا لهم الفلوس، وغيرهم وغيرهم. واش لهاد الدرجه ديال الانحطاط وسنه؟ ما بقات لا اخلاق لا قيم لا غيره لا رجوله لا والو. بنادم مستعد يبيع الذمه ديالته على وديت الفلوس ديال التيك توك. كتشوف بنادم ولا باغيها بارده، بعض الرجال ما بقاوش باغين يخدموا ولاو باغينها بارده، ينعس لك النهار كله ما يفيق لك حتى العصر، وغير توصل 9 ديال الليل كيفتح لك اللايف ديال التيك توك كيبقى سهران معاه حتى للصباح الليل كامل وهو كيسعى كبسو كبسو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنقولوا علاش ما بقاتش كطيح الشتا، وكنقولوا علاش ما بقاش الخير، وكنقولوا علاش ما بقاتش البركه. ها علاش؟ راه التيك توك هو السبب ديال انهيار المجتمعات العربيه. فلا حول ولا قوه الا بالله. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. ما تنسوش تخليوا وجهه النظر ديالكم في قضيتنا ديال اليوم من خلال تعليقاتكم. شكرا على حضوركم الكريم، خليتكم على خير، الى اللقاء.